ما عندناش مفهوم ان ربنا لانه رحيم جدا يترك الاشرار بلا حساب. عندنا رحمة الله وعدل الله، هما يمثلا قطبي صلاح الله. الله صالح ليس فيه شر، لابد ان يكون فيه كل الرحمة وكل الحق وكل العدل. ما عندناش واحد يغلط ويسوء في الغلط وينجو بخطأه وكأنه ربنا يعني مش هيحاسبه، ولا عندنا إنسان مهما أخطأ ورجع لربنا وتاب وأصلح أخطاءه لا رحمة له. إنما عندنا إله رحيم وعادل، وكلنا نحب ربنا لأننا محتاجين رحمته ومحتاجين صلاحه وعدله.